أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فن الاتيكيت لحياتنا المعاصرة مع حنان عواد. أنا عملت فيديو قبل كده عن إزاي ناكل بالشوكة والسكينة أكلنا الطبيعي العادي اللي احنا بنعمله، اللي هو الأكل المحلي كل يوم، وفي غير وجود مثلا أصدقاء أو معارف أو من غير ما نكون موجودين في عزومة أو وليمة. النهاردة عايزة أتكلم بالتفصيل عن آداب الطعام أو آداب الأكل الرسمية، ودي لما نكون في مائدة رسمية أو في مناسبة أو بنتغدى أو بنتعشى في مطعم من المطاعم الفاخرة. والآداب دي متعارف عليها ومعمول لها قواعد وأصول، وهذه القواعد عادة بيكون ليها سبب منطقي، يعني مش معمولة كده وخلاص، لا، محطوطة لأنها بتسهل شيء ما أو بتساعدنا على حاجة معينة، أو على الأقل بتساعدنا أن احنا نحافظ على مشاعر الناس اللي موجودة معنا. أنا قدامي السيتاب المتعارف عليه للمائدة بكل الأدوات اللي ممكن تقابلوها باستثناء بعض الحاجات، يعني مثلا كوكتيل الجمبري أو الأطعمة البحرية اللي فيها قواقع بيكون ليها شوك ومعالق مخصوصة، الأسماك كمان بيكون ليها شوكة وسكينة مخصوصة. ليه الأطعمة دي بيكون ليها أدوات مخصوصة؟ لأن تصميم أداة المائدة، السكينة أو الشوكة أو المعلقة، بيسهل عملية تناولنا لهذا الطعام. النهاردة أنا هتكلم على السيتاب العادي اللي ممكن نلاقيه عادة في أي بلد. أنا بتعامل دايما مع الإتيكيت إن هو لغة عالمية، يمكن نشأ في مكان ما وانتشر للأماكن التانية، ولكن هو لغة عالمية. تعالوا نشوف بعض القواعد وهقولها لكم بالراحة واحدة واحدة. أول حاجة هتلاقوها البليس مات، اللي هي لونها أخضر عندي دلوقتي. البليس مات بتتحط علشان تحمي المفرش الجميل أو السفرة من إن هي تتوسخ، فأي حاجة بنتناولها ما تخرجش عن البليسنج مات دي. ودي ممكن تكون قماش، بلاستيك، حرير، whatever هي مصنوعة من ايه، لكن هي مهمتها ان اي طعام بناكله لو حاجة وقعت او يعني حصل اي مشكلة ما تطلعش من الحيز اللي احنا فيه. بس الاكل عادة في الموائد الرسمية او في المطاعم الفاخرة بينزل كورس كورس، يعني بينزل صنف صنف. في بعض الاحيان بتكون المائدة عليها كل اصناف الاكل، لكن في الموائد الرسمية وفي المطاعم الفاخرة بينزل الكورس الصنف وبعدين الصنف التاني. حتى ترتيب تناولنا للأصناف أو نزول الأصناف دي بيبقى برضو متعارف عليه، عشان كده بقول لكم إن الإتيكيت لغة عالمية ممكن نتكلمها في أي وقت وأي مكان. أنا قدامي هنا مجموعة من الشوك والسكاكين والمعالق، وطبعا الطبق الرئيسي و طبق صغير جواه سكينة وشوكة ومعلقة فوق وكاس. تعالوا أشرح لكم واحدة واحدة. نبتدي بالفوطة. الفوطة مهمة جدا جدا جدا، وليها أصول لاستخدامها. ممكن الفوطة هتلاقوا مثلا الترتيب إن هي محطوطة هنا، هو محطوطة في الجنب أو محطوطة تحت الشوك، ايا كان هي دي اللي هنبتدي بيها. هناخد الفوطة، والفوطة هتبقى مقسومة كده بالنص، وهنحطها على رجلينا. لما
نحط الفوطة على رجلينا بيبقى الطرف السايب، الطرفين السايبين لبرة، لأن ده بيسهل إن لما أحب إن أنا أنشف أي أكل طلع كده أو كده، إن أنا أخد من جوه وأنشف بقي، بحيث إن أي طعام يكون من جوه وما يجيش على هدومي ويوسخها. آدي الفوطة. طول ما أنا قاعدة على السفرة وطول ما أنا بتناول الطعام بحط الفوطة على رجلي، تحسبا لأي حاجة ممكن تقع عشان ما توسخش هدوم. طيب لو أنا انتهيت من الأكل وخلصت الأكل خالص أعمل إيه؟ بناخدها كده ونحطها في الجنب، خلاص أنا انتهيت من الأكل، لكن مش بكعبشها واحطها في الطبق والكلام ده كله، لا ما بعملش كده. لو لسبب ما سبت السفرة، رحت التويلت او لاي سبب، بحط الفوطة بتاعتي على الكرسي، ده معناه ان انا هاجي بعد شوية. فوق البليس مات او المات الاولانية دي بيبقى فيه الطبق الرئيسي، احيانا بيبقى فيه طبق اكبر منه كمان بيسموه تشارجر، ودي كلها حاجات علشان تحتوي اي اطعمة احنا بنحطها، وبعد ما نخلص الشوكة والسكينة او عايزين نريحها نحطها. اول حاجة يعني بتتقدم في الموائد الرسمية هي الشوربة، والشوربة يا اما هتيجي في طبق منفصل يا اما هيكون في اناء كبير للشوربة، وسواء الويتنج ستاف اللي هم الويترز اللي بيخدموا على هذه المائدة، او اصحاب البيت اصحابنا اللي عزمونا على هذه المائدة هيحطوا لنا شوربة في البول بتاعنا. عشان كده بتلاقي المعلقة ناحية اليمين في اقصى اليمين، لان دي اول حاجة بنتناولها. بعد كده انا هكلمكم بالتفصيل على تناول الاطعمة المختلفة. يبقى اول حاجة هنلاقيها ناحية اليمين المعلقة دي للشوربة اللي هو اول صنف هيتم تقديمه في المائدة الرسمية. بعد كده بتيجي السلطة، وبرده بيبقى فيه طبق اصغر للسلطة، علشان كده في سكينتين وشوكتين، لان في سكينة وشوكة للسلطة وسكينة وشوكة للطبق الرئيسي. ادي سكينة السلطة وادي شوكة السلطة. عادة شوكة السلطة بتبقى اصغر شوية من الشوكة اللي بناكل بيها الاكل الطبق الرئيسي. في بعض المطاعم بتبقى احجام كل ادوات المائدة كلها نفس الحجم، للأسف انا شفتها في بعض الاماكن، يمكن ده عشان يسهلوا على نفسهم او يسهلوا على الناس اللي بتروح تتغدى او تتعشى عندهم. السكينة في اليمين عشان نقطع، لان التقطيع بيحتاج تحكم اكتر، والشوكة في الشمال بناكل بيها. في ستايلين في الاكل، في طريقتين في الاكل. الطريقة الاوروبية دي الطريقة القديمة اللي لازم السكينة تبقى في اليمين والشوكة في الشمال طول الوقت، ولكن في الطريقة المعدلة الحديثة وهي الطريقة الأمريكية اللي هكلمكم عنها بالتفصيل، والطريقة دي أعتقد إن هي أكثر مناسبة لينا، لأن إحنا كشعوب شرق أوسطية بنحب ناكل بإيدنا اليمين أكتر، والطريقة دي بتساعدنا إن إحنا ناكل بإيدنا اليمين وبرده بالشوكة والسكينة وبرده بطريقة متعارف عليها وما بنخرجش برة أصول وقواعد الإتيكيت. باكل السلطة بتاعتي، لما بخلص السلطة بتاعتي بسيب الشوكة والسكينة، وهتكلم برضو بالتفصيل على الكلام ده لما نيجي ناكل بالتفصيل طبق السلطة. بيجي الجرسون وبياخد الطبق فيه الشوكة والسكينة الخاصين بالسلطة وبياخدهم عشان
نبتدي في المين كورس او في الصنف الرئيسي. الصنف الرئيسي مش معناه ان هو طبق واحد فقط او صنف واحد فقط، هو ممكن يكون طبق محتوي على عدة اصناف. عادة واحنا مثلا في مطعم بنطلب ستيك او بنطلب طبق من الفراخ او بنطلب طبق من الاسماك، بيبقى فيه على الاقل 3 مكونات لهذا الطبق: البروتين او اللحوم او السمك او الفراخ، وستارش نوع من الكربوهيدرات، ممكن يكون بطاطس، ممكن يكون مكرونة، ممكن يكون رز، وخضار ممكن يكون جنبيها صنف خضار. فالطبق بيجي اوريدي فيه الاصناف دي محطوطة قدامي. يتبقى السكينة والشوكة الكبار اللي مفروض ناكل بيهم الطبق الرئيسي. ومرة تانية يا اما بناكل الستايل الاوروبي اللي هو لازم السكينة في اليمين والشوكة في الشمال طول الوقت، او الستايل الامريكي اللي هو المعدل اللي ممكن اكل بيه، وهشرح لكم بالتفصيل. انا هقطع، حط السكينة وانقل واكل. انا دايما دايما باكل بالطريقة دي. هنخلص اكل، وبعد ما هنخلص الاكل لو في نص الاكل انا حبيت اكل مثلا عيش، حبيت اشرب عصير، بتكلم مع حد، باخد بريك في نص الاكل، بحط السكينة والشوكة في زاوية بالشكل ده. الويترز بيبقوا عارفين انا لسه ما خلصتش اكل، ما تاخدش الطبق بتاعي. لو خلصت الاكل خالص بحطهم بشكل متوازي بزاوية كده، ده معناه خلاص انا انتهيت، تقدر ايه تاخد الطبق. قبل ما نخلص اكلمكم، فيه هتلاقوا ممكن تكون طبق صغير في سكينة على ناحية الشمال، ده طبق العيش، وممكن يكون فيه زبدة او تكون الزبدة محطوطة على الترابيزة. اخد من طبق الزبدة الزبدة اللي انا عايزاها واحطها وابتدي اكل منها واسيب الباقي للكل. لو في هنا عيش، ممكن يكون كايزر، فينو، بان، كرواسون، اي حاجة، باخد العيش بقطع منه حتة على قد اللقمة اللي انا هاخدها، بحط فيها الزبدة لو هحط زبدة او لو ما بحطش، وهاكلها. بس اي عملية قطع تكون هنا، عشان لو في اي فرافيت من وانا بقطع العيش تنزل في الطبق ما نوسخش المكان. خلصنا الطبق الرئيسي، ندخل بقى في الحلويات. هتلاقوا في معلقة وشوكة فوق الطبق ومحطوطين بشكل معين. الايد، ايد المعلقة ناحية اليمين، لكن ايد الشوكة ناحية الشمال. دول الشوكة والمعلقة الخاصين بتناول الحلوى الحلويات، ومحطوطين بالشكل ده عشان اخد المعلقة في اليمين واخد الشوكة في الشمال، ويبقى كده انا مستعدة لاكل الحلويات. لما يجي طبق الحلويات هقدر اكل. وليه معلقة؟ لان احيانا بتبقى الحلويات فيها حاجات سايلة شوية، فاسهل تناولها بالمعلقة. وليه الشوكة؟ عشان اسند وزق الحلويات في المعلقة، ما ابتديش اجري وراها في الطبق. ادي كمان طبق الحلويات اكلناه، يبقى كده اكلنا كل الاصناف. ناحية اليمين هتلاقوا كاس او كاسين. لو كاس واحد او كوباية واحدة يبقى دي الخاصة بالمية. لو اتنين، كاس منهم خاص بالمية او كوباية، او والكاس التاني خاص بالعصير او المياه الغازية او المشروب اللي احنا هنتناوله. طبعا عالميا في اصناف، في على الاقل 4 انواع من الكاسات بتبقى محطوطة، لان هما بيشربوا خمور، وكل نوع خمرة
بيبقى له الكاس الخاص بتاعه. احنا عندنا في ثقافتنا شرق أوسطية أقصى ما نحتاجه هو كاسين أو كوبايتين فقط، واحدة للمية والتانية للعصير اللي احنا هنتناوله. نيجي بقى للقعدة، نحاول ان احنا نبقى قريبين من الترابيزة بس مش لازقين فيها. القاعدة هنا هو ان انا بحط ايدي، يبقى دي المسافة اللي بيني وبين الترابيزة بالتقريب. مع الممارسة اليومية هنعرف الكلام ده. ده هيسهل ان انا اتحرك، وهيسهل ان انا اكل من غير منزل للاكل ولا اجيب الاكل بعيد، يبقى على مسافة بسيطة. لما نيجي ناكل نتأنى في الاكل عشان مفيش حاجة تدلق، مفيش حاجة تقع، مفيش حد بيجري ورانا، ناخد راحتنا. وعادة الموائد الرسمية بتبقى يعني ليها غرض اساسي، هو ان احنا نتعرف على بعض ونتكلم على بعض ونقضي مع بعض وقت لطيف واحنا بناكل. ممكن ده يكون عشاء عمل، ممكن نكون مثلا معزومين في مكان فانسي، مكان لطيف. حتى كمان في المطاعم، احنا مش رايحين المطاعم عشان ناكل ونجري، احنا مش بناكل فاست فود في ماكدونالدز. المطعم الراقي بيبقوا عارفين كده ان الاشخاص اللي رايحين هذا المطعم على الاقل بيقعدوا ساعتين ثلاثة، مقبول ان احنا ناكل بالراحة وبتأني وناكل نونو نونو زي ما مامهاتنا كانوا بيقولوا لنا زمان. دي القواعد الاساسية. هبتدي بقى اكل معاكم صنف صنف. دلوقتي هبتدي اكل معاكم صنف صنف، وزي ما شرحت ان ترتيب ادوات المائدة بيكون على حسب ترتيب الاصناف اللي هيتم تقديمها صنف ورا صنف. اول صنف عادة بيتم تقديمه هو الشوربة، والشوربة يا اما بتيجي في بول زي دواء او بتيجي في طبق اكبر شوية مسطح. لما بتيجي في بول بيبقى معاها طبق صغير تحت منها بيسموه لاينر، وممكن يكون جنب منه الليمون اللي احنا ممكن نعصره على الشوربة. هيحطه الويتر، هناخد المعلقة في اليمين. خدوا بالكم ان انا ما بحطش ايديا على السفرة، يدوبك بس الرسغ هنا يرتاح على الترابيزة. بمسك المعلقة واخد من بره لجوه مش من جوه لبره كده. انا ممكن لو اتدلق حاجة تدلق قدامي، لكن من بره لجوه، ولو في نقطة او حاجة في طرف الطبق من غير ما اعمل صوت. ولما اشرب اشرب من الجنب، ما اعملش كده، لا اخد كده واشرب كده. وكل ما خدت حبة صغيرين كل ما تحكمت فيها، كل ما تحكمت في المسكة، ما تحكمت في الكمية. مفيش حاجة تدلدق في الطريق وانا واخداها ناحية بقي وانا باكل. فنعمل كده وكده شربت الشوربة. معلقة خلاص اتوسخت، ما ينفعش احطها على الترابيزة تاني، وما ينفعش احطها في الطبق اللي لسه يعني الشارجر الكبير، بنحطها في الطبق الصغير جنب سلطانية الشوربة. كده نقدر نستمتع بالشوربة من غير ما ندلدق على نفسنا. واهم حاجة ان احنا ما نعملش اصوات. لو لقينا شوربة سخنة نستنى عليها شوية، يعني ثواني هتلاقيها هديت. وبيساعد كمان على تناول الشوربة السخنة ان احنا ناخد حبة صغيرين. لما ناخد حبة صغيرين مش هيبقوا سخنين قوي، على ما يطلعوا من الطبق ويجوا ناحية شفايفنا هتكون خلاص يعني بردت شوية. وكده نبقى خلصنا الصنف الاولاني. وبعد ما خلصنا لما نحط كده المعلقة يبقى خلاص انتهينا.
هيجي الجرسون وياخد السلطانية والطبق والمعلقة استعدادا للصنف اللي بعد كده. الصنف اللي بعد كده هو السلطة، والسلطة ممكن يكون نوع واحد او يكون عدة انواع، لكن بيبقوا محطوطين في طبق عادة اصغر شوية من الطبق العادي اللي بناكل فيه. زي ما قلت قبل كده ان ترتيب ادوات المائدة بيبقى حسب ترتيب الاصناف اللي هتنزل دلوقتي. ده دلوقتي دور السلطة، هتلاقوا فيه شوكة وسكينة صغيرين او ممكن يكونوا بنفس حجم الشوكة والسكينة الكبار على حسب ما هو متعارف في المطعم ده او في المكان ده اللي احنا فيه. الشوكة والسكينة هناكل السلطة. هشرح لكم بقى دلوقتي الفرق بين الستايل الاوروبي والستايل الامريكي في الاكل. الستايل الاوروبي ان السكينة في اليمين والشوكة في الشمال طول الوقت، بناكل بنقطع بنغرس الشوكة وناخدها ناحية بقنا من غير ما بنغير اماكن الادوات خالص. السكينة لما نحط صباعنا بنحطها على النقطة اللي بين نهاية اليد وبداية النصل للسكينة، هنا مكان صباعنا. في الشوكة بنحطها عند نهاية اليد وبداية الشوكة هنا وبالراحة. الاكل اصلا مطبوخ مش محتاج ان احنا نتخانق معه، فبنقطع وبناكل بنقطع وبناكل. طيب لو عايزين ناكل بقى الستايل الامريكي، الخطوة الاولانية ان احنا بنبتدي الاول بالسكينة في اليمين والشوكة في الشمال عادي، بنقطع وبغرز الشوكة كويس والسكينة بحطها على طرف الطبق واقلب بقى دلوقتي، انقل الشوكة في اليمين واكل. نعملها تاني، سكينة في اليمين الشوكة في الشمال، بغرز الشوكة بقطع بحط السكينة على طرف الطبق بغير الايد وباكل. لو لأي سبب من الأسباب احنا لسه قاعدين بنتكلم وعايزة اخد هدنة، عايزة اتكلم، عايزة اسيب الترابيزة، بحط السكينة كده والشوكة كده، ده معناه ما تاخدش الطبق بتاعي، انا لسه هكمل اكل. لو انتهينا خالص وخلصنا بحط الشوكة موازية للسكينة. نيجي بقى دلوقتي للطبق الرئيسي. يمكن حبيت ان انا اخد لقمة عيش، هاخد العيش واكسره في الطبق، اقطع اللقمة بتاعتي في الطبق، سواء هحط فيها بتر ما عودش بقى اغمس كده، لا هاخد بسكينة الزبدة اخد حتة واحطها لو مش عايز خلاص وباكلها. تاني القواعد سهلة جدا. دلوقتي احنا وصلنا لاخر ادوات على المائدة بعد ما خدنا السلطة وبعد ما خدنا الشوربة. السكينة في اليمين، حط صباعي على النقطة اللي ما بين النصل وما بين النصل واليد، وصباعي على النقطة دي اللي هي ما بين الشوكة واليد بتاعتها. هاكل امريكان ستايل، هاكل حسب الاسلوب الامريكي، بقطع. وممكن لو في ثلاث انواع من الاطعمة في الطبق ممكن اخد من الثلاثة مع بعض، مش عيب، بس الاحظ بقى الكميات ان انا احط كمية صغيرة من كل صنف. وخلاص زقيت كل حاجة في الشوكة بحط وبدل واكل. هو ده الستايل الامريكي اللي عادة بيتناسب مع الستايل بتاعنا.
خلصت انتهيت من الاكل، هحط السكينة وهحط الشوكة بزاوية كده، يبقى انا انتهيت. واشارة للهوست اللي عازمنا او للجرسون ان هو يجي ياخد الطبق، ان انا خلاص انتهيت من الاكل. العصير في الكاس، لما نمسك الكاس نمسكه من تحت. والسبب ايه؟ طبعا بتلاقوا في الافلام تلاقوا شخص ماسك الكاس كده وقاعد عمال بيشرب، ده مش صح خالص، عشان كده متتعلموش من الافلام للاسف، غلط. السبب ايه في ان هم عملوا الكاس بالشكل ده؟ ان عاده السائل اللي جوه الكاس بيبقى ساقع، لو مسكناه كده بنسخن الازاز، فبيسخن السائل اللي جوه العصير او المياه الغازيه او الواتفر اللي احنا بنشربه جوه السائل، فنمسكه من تحت وما نمسكوش ونطلع ايدينا كده لبره، لا احنا مش محتاجين ده، احنا محتاجين نسبورت نسند الكاس بكل حاجه، وما نمسكوش كده، وزي ما قلت لكم ما نمسكوش كده وكل المسكات الغريبه دي، ولا نمسكه كده، لو اقصى حاجه من تحت هنا اهو اهي، علشان ما نسقعش السائل اللي جوه الكاس، ونشرب ونحطه تاني مكانه. قبل ما انسى، فايدة البلايسين مات مهمة جدا جدا، عشان بنبقى جنب بعض، فما جيش انا اجور على السبيس المتاح للشخص اللي قاعد على يميني او الشخص اللي قاعد على شمالي، تبص تلاقي في بعض الاشخاص حطوا حاجات وعملوا حاجات واخدوا مساحة، والشخص التاني اللي جنبهم اتزنق وبقى مش عارف يحط حاجته فين. كده خلصنا التلات كورسز للاكل، شوربة وسلطة وطبق رئيسي. دلوقتي وصلنا لاخر شيء بيتقدم وهو الحلويات. لو احنا في المطعم الحلويات بتتقدم على السفرة، لو احنا معزومين عند صديق او عيلة صديقة، ممكن الحلويات بناخدها مثلا في الليفينج روم ولا في الصالون، وبيبقى فيها حوار وكلام. في بعض الاحيان انا شخصيا من الناس اللي بحب اسيرف الحلويات على السفرة، خاصة لو احنا لسه قاعدين وشلنا خلاص باقي الاطباق والسفرة بقت رايقة، فده هيسهل عملية ان احنا ناكل الحلويات بتاعتنا مع الشاي او القهوة. بعد كده ممكن اقدم حاجة تانية اخف شوية، ممكن تتاكل حتى بالايدين، مش محتاجة ادوات. نيجي للمعلقة والشوكة اللي هنا، دول فايدتهم ايه؟ دول للحلويات. ليه محطوطين بالطريقة دي؟ المعلقة الايد بتاعتها ناحية اليمين، الشوكة الايد بتاعتها ناحية الشمال، علشان بسهولة اخد كده. لو هي دي كده ودي كده، اخد ازاي؟ امسك كده واقعد اقلب؟ لا، اهي بقت بسهولة كده. المعلقة بمسكها عادي والشوكة بمسكها، بقطع بطرف المعلقة، بزق بالشوكة او بسند بالشوكة او بغرسها عشان اثبت صنف الحلويات ده انه ما يتبعترش، وناكلها. طريقة لطيفة وظريفة، خاصة لو في حلويات بتتفرفت. في انواع من الحلويات ممكن نعتبرها بيسموها فينجر فودز، اللي هي ممكن تتاكل بالايد، بس دي بتبقى حاجات معدودة خالص، يعني نتأكد ان هي ما تكونش بتفرفت ولا بتوسخ ايدينا. غير كده ممكن ناكل الحلويات بتاعتنا بالمعلقة الصغيرة والشوكة الصغيرة الخاصين بالحلويات. بعض المطاعم بيبقى كل حجم الادوات المائدة واحد، يعني ممكن تكون معلقة كبيرة وشوكة كبيرة محطوطين
برضو للحلويات. نراجع بكده بسرعة على أهم المعلومات. أول حاجة هنلاقيها على اليمين هي المعلقة، لأن هو أول صنف بنشربه أو بنأكله هو الشوربة، والشوربة هتيجي في طبق أو هتيجي في سلطانية تحت منها طبق. علشان لما نخلص المعلقة نحطه في الطبق، ولو فيه ليمون أو أي حاجة تانية. ولما نيجي نشرب الشوربة، بكررها تاني، من بره لجوه، من بره لجوه، وناخد شوية صغيرين وما نكترش وما نملاش المعلقة. ولما نشرب من المعلقة نشرب من الجنب. هوريها لكم تاني وانا بعدها. الصنف اللي بعد كده هو السلطة. ففي سكينة السلطة هتلاقيها دلوقتي هي اللي بقت على اليمين، وشوكة السلطة على أقصى الشمال. وهنمسك السكينة وبالصباع اللي هو السبابة هنضغط على النقطة اللي بين النصل واليد ونقطع. أنا كده باكل بالطريقة الأوروبية، اللي شوكة في الشمال وما بغيرش مكانها، بقطع بالسكينة وباكل بالشوكة، وبيفضلوا في مكانهم ده طول الوقت، ما بغيرش خالص، السكينة في اليمين الشوكة في الشمال. كده بقى أدخل في الطريقة الأمريكية، إن أنا بحط السكينة على طرف الطبق بعد ما خلص قطع، وبالشوكة أنقلها في اليمين وأكل باليمين. والأسلوب ده بيتفق مع ثقافتنا الإسلامية أو الشرق أوسطية، إن أنا بقدر أكل باليمين. بعد ما بقطع بحط السكينة على طرف الطبق وأنقل الشوكة في اليمين وأكل الأكل اللي أنا قطعته حتت صغيرة باليمين. كده أنا لسه في الإتيكيت ولسه بتعامل بذوق وكل حاجة. هاخد هدنة بريك، بحط السكينة والشوكة بالشكل ده علشان أقول، أو يعني بدون كلام أفهم اللي حواليا إن أنا يعني واخدة راحة، لكن لو خلاص أنهيت أكلي بحطهم الاتنين بشكل متوازي بزاوية، يبقى كده خلاص أنا خلصت الكورس ده أو خلصت الطبق ده. أرجو إن فيديو النهاردة يكون عجبكم. أنا حاولت أتكلم بالتفصيل على القواعد المتعارف عليها دلوقتي في أصول وآداب الأكل، خاصة في الموائد الرسمية وفي المطاعم الفاخرة. زي ما قلت لكم، الاتيكيت أصبح لغة عالمية ممكن نتكلمها في أي مكان وفي أي زمان ومع أي شخص موجود في حياتنا، أصدقاء، عائلتنا، في العمل، في العلاقات العامة. أعتقد أنها مهارات مهمة قوي ومفيدة جدا جدا. والقواعد دي والمهارات دي لكل الناس، رجالة وستات، ولكل الأعمار، صغيرين وكبار، محتاجة تمرين. وأحسن طريقة ان احنا نتمرن على هذه القواعد وهذه الآداب هو ان احنا نمارسها بشكل يومي، واحنا مع أولادنا على السفرة في الأكل اليومي. أعتقد أنها هتبقى مفيدة جدا جدا لو مارسناها. يبقى لما يجي الوقت بقى أن احنا نبقى في مائدة رسمية أو في مطعم فاخر، ما نحتسش ونبقى مش عارفين مين رايح فين. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد من فن الإتيكيت لحياتنا المعاصرة مع حنان عواد. وأفكركم لو الفيديو عجبكم، ياريت تعملوا لايك وشير وتساعدوني في نشره على السوشيال ميديا، واكتبوا لي تحت في التعليقات ايه اكتر حاجة استفدتوها، او ايه الشيء او القاعدة اللي ما كنتوش تعرفوا عنها وعرفتوها، وقولوا لي تحبوا تتعلموا ايه الفيديو الجاي.